إذا عندك النص العهد اللي قراه، لأنه فيه أيضا كلام مهم يعكس الذي الذي أمر العهد المكتوب الذي أمر أبو بكر الصديق أن يقرأ على الناس في المدينة، عنده في صفحة 95 في كتاب الشيخ الصلابي موردو. إيه نعم، لما قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب: إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، يعني لم أقصر، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طيب.